بعد الهاند اوت، هو تفضل اكيد اذا ترجع للكتاب ترجع بس كمان هذا الشابتر ممكن يكون يعني تعمل معاه الهاند اوت في الحقيقه. اوكي هذا الشابتر بالذات. طيب فان شاء الله اليوم طبعا شفت الصبايا برا بالباب، حكيت لهم اليوم تقريبا رح نبلش بموضوع مختلف تماما. هلا احنا بس بلشنا معكم بالمادة اللي بتتذكروا مراجعة سريعة ولا نعم قبل هاي اللي بعدها بس مش زي مراجعة رومانية يعني بس بنعمل. طيب بس نحكي بالموضوع بعدين، نحن ماشيين كويس بالمادة. اوكي رح اضلني معكم تقريبا لنهاية كمان اسبوعين ان شاء الله طبعا، فبنخلص التوبيك هذا وبتكون فتره اذا الواحد بلش يقرا نرد نراجع الثري ميكانيزم على الاقل، مش مراجعه هي بس هي فعليا بنحط المعلومات كلها بالتتابع اللي هي عمليه الاكسبريشن والترانسكربشن والترانسليشن والبوست ترانسليشن موديفيكيشن على اساس انه تكون الايديا كلها كونكتد تو ايتش اذر. فهو مش محاضره مراجعه راح تكون كمراجعة، راح تكون بس ربط الأفكار المختلفة اللي حكينا عنها بالأربع عمليات الحيوية اللي حكينا عنها من اللي هي سنترال دوغما أو الجيلاتيك فلو. فردي ذكريني بس نخلص هذا الموضوع يعني الأسبوع القادم، يعني الأسبوع القادم ذكريني أوكي، وممكن اللي بعده يعني كمان أسبوع قبل ما أنهي معكم. فالمحاضرة اليوم إن شاء الله راح نأخذ عن موضوع جديد اللي هو موضوع الكاريوتايبينج وموضوع اللي هي الابنورماليتيز للكروموسوم اللي بتكون موجوده بالجسم. فراح ناخذ التكنيك اللي هي الكاريوتايبنج اللي بيسموها او الكروموسوم بينتينج، اللي هي طبعا طريقه كثير شائعه تستخدم في الريسيرش سنتر، تستخدم في الهوسبيتالز، تستخدم في الميديكال انستيتيوتس من اجل عمليه اللي هي الفيجواليزيشن اوف اللي هو الكروموسومز under اللي هو الميكروسكوب عشان نشوف اذا الكروموسوم فعليا فيه ديفكت، فيه بريك، فيه ديليشن، فيه ان ايكوال بايندينج وهكذا. طبعا الفكره بالموضوع انه الكاريوتايبنج ممكن يعملنا عمليه اللي هي الدايجنوسيس للي هو ديفرنت تايب اوف ديزيز. تتذكروا احنا اخذتوا بالبدايه زمان على مثلا الداون سيندروم، من الداون سيندروم في عنده اكسترا كوبي من اللي هو الكروموسوم رقم 21. ففعليا الكاريوتايبنج شو بيعمل؟ بناخذ عينة من سواء من السلايفا، من التيشو، من البلد، وبنعمل عمليه اللي هي ايزوليشن اوف اللي هو الدي ان اي، وبعدين بنعمل كاريوتايبنج ونشوف الدي ان اي تحت الميكروسكوب وبنعد الكروموسومات. ان سمبل ووردز انا بحكي هلا، اذا لقينا انه الكروموسوم رقم 21 في عنده اكسترا كوبي بنقدر نعمل دايجنوسيس انه شو انه عنده ترايسومي 121. هاي ان سمبل ووردز. هلا الفكره الثانيه بالكاريوتايبنج ان انا بس ناخذ التكنيك راح ناخذ اللي هي تايب اوف ابنورماليتيز الكروموسومز. في عندنا شيء اسمه ايبلويدي، داكلويد، تريبلويد، سنجل ستراند بريك، ديليشن، انسرشن. فكل ابنورماليتيز من هذول الكروموسومات بكون له علاقه او له كورليشن بمرض معين. فالمفروض ان نعرف شو هو المرض هذا وايش اللي هو الجينيتيك ديفكت اللي سبب هذا المرض. اوكي هذا الجزء الثاني. هلا الجزء الثالث من التوبيك رح ناخذ الابنورماليتيز مش بالاوتوسوم الكروموسوم، رح ناخذ بعض الابنورماليتيز اللي بتحدث بالسكس كروموسوم. اوكي اللي ممكن تاثر على الفيرتيليتي، ممكن تاثر على نحكي المورفولوجي تاعت الميل او الفيميل وهكذا. اوكي فهي تقريبا الثلاث مواضيع ان شاء الله رح ناخذها الاسبوع هذا والاسبوع اللي هو القادم. فبالبدايه على الايكاريوتيك كروموسوم احنا بنعرف انه في عندنا بالايكاريوتيك كروموسومز في عندنا شيء اسمه الهابلويد، مصطلح الهابلويد بتسجل انت مصطلح الهابلويد ومصطلح الداكلويد. هلا احنا بالجسم في عندنا السوماتيك تيشو كلها بتحتوي على داكلويد اللي هو كوبي اوف ذا كروموسوم. شو يعني داكلويد كوبي؟ يعني في عندنا تو كوبيز، واحده من الاب والثانيه من اللي هو الام، كما هو الشكل هذا بيعطينا. فهاي عندنا 3 pairs، البير الاول الزوج الاول ممكن يكون مثلا كروموسوم رقم 7، كروموسوم رقم مثلا 8، وكروموسوم رقم 9. بنلاحظ انه بيحتوي على اللي هو 2 كروموتيد
they attack with the who يعني they are combined with each other. One comes from the father and the other from the mother. فال human system يعتبر هو عبارة عن diploid organism. بس في عنا في الجونادز اللي هي الخلايا الجنسية في عنا بكون haploids اللي شكل الكروموسومات بكون في عنده one copy of اللي هو الكروموسوم سواء كان بالسبرم أو بالإيج. فبس صار في عنا عملية اللي هي الفيرتلايزيشن أو تكوين اللي هو الزايغوت. بس صار في عنا اتحاد كل كروموسوم بتتحد مع الكروموسوم المقابل إله بالبويضة أو بالحيوان المنوي. أوكي فبتجينا بالمقابل اللي هو الدابلويد أورجانيزم. في عنا مصطلح اللي هو الكروموسوم بير الدابلويد اللي هو الهومولوجس كروموسوم. يعني كيف؟ يعني الكروموسوم اللي بالبويضة بيكون رقم واحد بده يرتبط مع الهومولوجس إله بالحيوان المنوي اللي هو رقم واحد بصح يرتبط مع اللي هو رقم اثنين. كروموسوم هاف ديفرنت جين اند دو نوت بير نون هومولوجس كروموسومز. هلا ليش في عنا المصطلحات بعدين بنلاحظ انه مصطلح الجين ومصطلح اللي هو الاليل. تتذكر مصطلحنا مثلا دومينانت وريسيسيف. هلا دومينانت وريسيسيف نفترض انه انا مثلا عندي صفه، هاي الصفه تنتقل عن طريق اللي هي الدومينانت باترن اوف انهيرتنس. ففعليا انا الكروموسوم اللي هو الاحادي تاعي بيحتوي على الصفه الدومينانت. وهلا اذا بدنا نصير نحكي عن البروجيني او الزايجوت، اوكي، وممكن الايج تكون تحتوي او الام تحتوي على الصفه المتنحيه. فهلا بس يصير في عندنا عمليه التزاوج او فيرتلايزيشن، الكروموسوم اللقى مثلا واحد الذي يحمل الصفه السائده بيتحد مع الكروموسوم واحد في الانثى او في الايج الذي يحتوي على الصفه شو؟ المتنحيه. فبصير في عندنا كروموسوم كامل. هلا هل سوف تظهر الصفه ام لا؟ سوف تظهر لانه احنا بنحكي عن دومينانت. ففعليا اللي يحدد الصفه في هذه الحاله هو ايش؟ الاب. اوكي، لانه هو الاب يحتوي على صفه السائده، الام تحتوي على الصفه المتنحيه، وهاي الطرز الشكليه لهاي الصفه الوراثيه تنتقل عن طريق اللي هي السائده. هلا لو واحد قال انه في عندنا كودومينانت ميوتيشن كودومينانت انهيرتنس، معناته شو؟ الاب والام بيحددوا. إذا قلنا ريسيسيف معناته الأب والأم بيحددوا، لأن اثنيناتهم لازم يكونوا ريسيسيف. إذا دومينانت اثنين اتحدوا بالإيه؟ واحد أو اثنين. إذا الثاني كمان دومينانت، يعني دومينانت هوموزايجوس دومينانت أو هيتيروزايجوس دومينانت، أوكي؟ فهي عملية انتقال الصفات وكيف تظهر اللي هي الصفات، وشو يعني داكلويد وشو يعني هاكلويد. هلا ذا ستادي أوف ذا كروموسوم، ممكن إن نستدي الكروموسوم ستراكشر انهيرتنس apply the particle of medical genetics. شو يعني chromosome disorder؟ هلا chromosome disorder اللي هي abnormalities as a result of microscopic visible change. شو يعني visible؟ واضح. ففي بكون في عنا ممكن يكون في عدد بالنمبر، زي ما قلنا الكروموسوم هذا الترايسوم 21، نطلع نلاحظ انه في عنا chromosome abnormalities. ليش؟ لانه عندنا one extra copy من الكروموسوم 21. هسه ممكن يكون بالstructure انه مثلا الكروموسوم مثلا 17 موجود بشكل بس هذا الشكل غير سليم، انه ممكن يكون في عندنا الفيرست ارم كومبليت، السكند ارم مثلا في عندنا بس الشورت ارم اللونج ارم اوريدي ديليتد. فهذا لما نحكي عن ستراكشرال ابنورماليتيز، او في عندنا سيجمنت من او جين معين بالكروموسوم، هذا الكروموسوم ماله بكون ضايع، اوكي، بكون ضايع او بكون زياده كروموسوم. فهذا نسميه الكاريوتايبنج ديتكت اللي هو نحكي الـ number and the structure of شو chromosomal abnormalities. هلا chromosome disorders are collectively more common than single gene disorders. شو يعني؟ and mainly related to شو يعني؟ يعني هسه أنا واحد single gene disorder. شو يعني single gene disorder؟ يعني أنا مثلا عندي جين مسؤول عن إنتاج هرمون معين، أوكي؟ هذا الجين في عنده ميوتيشن سواء كان بوينت ميوتيشن ديليشن واتيفر، فهذا بيؤدي الى عدم انتاج هذا الهرمون او هذا البروتين بالشكل الطبيعي. هذا بنسميها سنجل ايش؟ جين ديسوردر. بينما واحد ثاني اللي هو هذا عنده الداون سيندروم، في عنده اكسترا كوبي من كل كروموسوم او تيرنر مثلا اسهل انه اكس او اللي هو تيرنر اكس، في عنده 1 ميسنج كوبي من الكروموسوم. فبصير في عندنا كل ستراكشر، فدائما علاقه الكروموسومال ابنورماليتيز انه في علاقه بين
زيادة عدد الكوبيز من الكروموسوم أو نقصانه أو بريكنج هول الكروموسوم مقارنة بين الميوتيشن في السنجل جين بتكون أكثر. أوكي أكثر شو؟ أكثر انتشارا وفعليا هي أكثر افكت. هسه هون بقول لك إنه near the all of all live birth somatic cell abnormalities in cancer رح ناخذ أو إذا أعطيتكم إياها أو لا في شيء اسمه الفيلادلفيا كروموسوم هذا له علاقة بعملية اللي هي بتصير فيها translocation of big fragment من الكروموسوم وله علاقة بتطور أنواع معينة من الكانسر 5% of stillbirth هلا راح احكي عنها 50% of all spontaneous first semester abnormalities وبنلاحظ كثير شو يعني first semester abnormalities هلا اللي هي الحالات الإجهاض اللي بتبدأ في المراحل الأولى بالحمل اللي هي أول 3 أشهر فكل حالات الإجهاض تقريبا 50% منها بتكون نتيجة اللي هي ايش نتيجة الكروموسومال ديس اوردر عشان هيك مثلا وحدة تجهض أول مثلا 3 أشهر تكرر الإجهاض مرة ثانية مباشرة بقول لها روح اعملي كاريوتايبنج واعملي كروموسومال تشيك لأنه تقريبا 50% من اللي هو الحالات الإجهاض في المرحلة الأولى أو في مرحلة الثلاث أشهر الأولى من الحمل بتكون نتيجة إنه في عندنا خطأ في الكروموسومات أو ميوتيشن من الكروموسومات. الستيل بيرث اللي قلنا اللي بنولده هذول نفس الإشي وبعدين بموتوا بعد فترة قصيرة واللايف بيرث تقريبا 1% كمان نسبة الانتشار. هذا هو الكاريوتايبنج اللي هي ديسبلاي أوف فوتو Micrographic of individual somatic at metaphase chromosome and arranged standard sequence usually based on number size and the loop type. فبنلاحظ هنا في عنا 24 كروموسوم وهنا 24 بس في عنا عنا XX هون اللي هو two long كروموسوم بينما الواي في عنا X and Y وتميز إنه في عنا short and اللي هو long نحكي كروموسوم بنحكي عن هذا الشخص هذا normal male وهذا normal اللي هو female. فهو حتى عملية اللي هي جندر شباب هلا إنه نعرف جنس المولود عن طريق اللي كروموسومات بتتم بهذه العملية أيضا إنه نأخذ إنه عينة من الدي إن إيه تاع الجنين ونعمل سكرينين يعني زي ما بحكوها بضرب عصفور الحجر بعملوا أول شيء بعرفوا إنه في عنده هذا الشخص عنده abnormalities والشغل الثاني بعملوا بعرفوا إنه هذا الجندر خاصة إنه في المراحل الأولى من الحمل ممكن تكون ال 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 شو اسمها هاي المورفولوجي هاي السكس أورجان لسه مش مبينة ففعليا أنت ما بتقدر تعرف اللي هو قبل أظن بداية ظهور السكس أورجان 3 أو 4 months خدتوا أناتومي أنتوا ولا لا تقريبا مبين مش حدا متزوج منكم بعرف أنا ما إجاني ولدين بس مش بتذكر متى أنا 14 فعلى 14 فقبل ال14 ففعليا تقدر تعرف اللي هو جنس الجنين حتى من الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني ليش؟ لأنك أنت ما بتقدر ما بتعتمدش على الألتراساوند تعتمد على الكروموسوم فأي واحد عنده الواي كروموسوم معناته هو ميل والإكس كروموسوم معناته فيميل أوكي؟ هلا في آخر إشي الفن اللي قلت لكم هسا ممكن واحد يكون في عنده هيك ويكون في ميل ترى هلا رح أحكي هاي بآخر محاضرة بعد أسبوع بعد أسبوعين إنه في بعض السكس أورجن أبنورماليتيز بصير في عنا نسميها سكس ريفرسال ففي السيجمنت المسؤولة عن إنتاج اللي هي نحكي الأعضاء الجنسية الذكرية بتحمل على فراغمنت على الكروموسوم واي فمرات بصير في عنا رموبل لهذه الفراغمنت وتروح على الكروموسوم إكس والكروموسوم إكس اللي هي فيما بتروح على الكروموسوم واي فبصير هذا الشخص الكاريوتايبنج له اكس واي بس هو فعليا بيحتوي على الفيميل فيزيكال نحكي كاركترستكس بس عنده الميل نحكي جينيتك اللي هو كروموسوم نحكي جينيتيكلي كوركت ها جينيتيكلي كوركت وصحيح طيب فرح نحكي عنها ان شاء الله بالتفصيل راح نحكي عنه بديش نخربط توبك ما انا عارف كثير بنحط توبك هذا عشان اقضي ايه اخبطك فيها طيب هلا السيتوجينيتكس او الكاريوتايبنج اكزامين اوف كروموسوم جنرال مورفولوجي اورجنايزيشن كومبوزيشن هلا السامبل هلا كيف نعمل كاريوتايبنج كيف نعمل كاريوتايبنج او كيف شو يعني كاريوتايبنج ولا
عندنا نشوف الكروموسومات حسب الشكل، نشوف شكلها هل هو طبيعي ولا لا، او عددها تحت الميكروسكوب كما هو الحال في الصوره الماضيه. هلا سورس اوف سامبلينج، ممكن ناخذ السامبل من اي تيشو، ممكن ناخذه كاتب لكم من الوايت بيسز، من السكين بايوبسي، ممكن ناخذ من الفايبر بلاست، تيومر بايوبسي، فيتال سيل ديفايدد من امينوتيك فلويدز، او اوبتين من الكرونيك فايرال اللي هي بايوبسي اللي هو هاي بمرحله الحمل من مشيمه او من السائل الاميني، او البون مارو اذا كان احنا بدنا نفحص بعض انواع اللي هو البون مارو او نحكي المالجنانت اللي هي نيوبلازم. فاحنا هذا نقدر ناخذ مثلا السورس من الدي ان اي زي ما قلنا هو موجود في جميع انواع الخلايا بالتساوي فعليا، وات ايفر تايب اوف سامبل يو تيك يو ويل بي اللي هو فاين. هلا في عندنا ادفانتج وديسادفانتج لهي العمليه، عشان هيك انا بتطرق بوسط المحاضرات على موضوع ثاني. هلا الادفانتج انها وول جينوم سكان، يعني انه ما بتطلع لك هو على كروموسوم رقم 5 بس مثلا، بتطلع لك على الكروموسومات كلها. فزي ما قلنا ممكن نشوف انه الكروموسوم الاول شو هو لنهايه الكروموسوم انه شو الجندر، فممكن ناخذ مور ذان 1 اللي هو نحكي تايب اوف انفورميشن من السيم كان تايبنج جرام. هلا الشغله الثانيه انه ريلاتيفلي لو كوست، كثير رخيصة. احنا هون بنسويها بالمختبر، يعني كل يوم ما بتكلف اي شيء، عندك بس تعزل الدي ان اي او تعمل عملية سلايدنج وستيننج وبتحطه تحت الميكروسكوب، فداز نوت كوست اللي هو اني ماني. هلا اي واحد انترستد حتى هاي بنعملها هون، بعملها انا بالمختبر تاعي. هلا الديس ادفانتجز انه ليبر انتنسيف، لانه بدها كثير انه هيومن مش فولي اوتوميتد، يعني بروسيجر، يعني الشخص هذا او التكنيشن او الباحث او الهاك يعني من A to Z بعتمد على الشغل تاعه، مش زي السيكونسينج. السيكونسينج لما تاخذ الدي ان اي بتحطها بالجهاز، الجهاز بيعطيك شو القراءه شو السيكونس. هاي لا، بدك تعمل انك تعمل ايزوليشن، تعمل كلتشر للخلايا. هلا رح ناخذ كيف، رح تحطها تحت سلايد، بعدين تعملها ستيننج ودي ستيننج وتحطها تحت الميكروسكوب، بعد الميكروسكوب تعمل اناليسيس. ففيها ليبر انتنس، واهم شيء اللي بركز عليه هون دائما ديتكشن ابوف اللي هو ليميت 5 ميجا بيس. شو يعني؟ يعني كمية مش كمية كافي يعني. شو الفرق بين الكمية والحجم؟ قلت له الحجم، نعطيك شوية فيزياء. اوكي انت حكيتي صح، بس مش انه الكمية، الحجم بتاع الدي ان اي 5 ميجا بيس. شو يعني 5 ميجا بيس؟ شو الميجا؟ واحدة اللي قديش؟ 10 قوة 9 سلام. الجيجا 6 صح؟ 3 2 10 3 قوة 3. الجيجا 12؟ لا لا 10 ماينس جيجا 1000 ميجا. الميجا كم؟ 3 أو 2. واحد يشوف الميجا كم؟ أتوقع 6؟ 6 بقول لك مايكرو شاب. اه صح، هاي سالب، هاي سالب، 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 سالب. المايكرو سالب 6، مايكرو سالب 6. هاي فوق الجيجا 6 6 10 اس 6. شو يعني 10 اس 6؟ يعني او 5 عفوا 5 ميجا، يعني 5 ملايين بيس واكثر يتم الديتكشن تاعها عن طريق الكاريوتايبنج. هلا اذا عندك سنجل بيس تشينج، سنجل بيس تشينج، هلا بالكاريوتايبنج ما راح يبين عندك، هو بيعطيك الكروموسوم هيك. هلا السنجل بيس كثير صغير انها تبين بالكاريوتايبنج. هلا اذا عندك نسخه من الكروموسوم كلها طايره بتبين، اذا عندك جين حجمه 20 ميجا بيس ببين انه قصر الجين. هلا رح نشوفها تكنيكلي، فهي من ضمن الدروب هاكس. فرح نضطر زي ما حكت زميلتكم، ممكن عن طريق السيكونسنج، عن طريق المايكرو اري، عن طريق البي سي ار، ممكن نعمل دي ديتكشن تو ذس، نحكي كروموسوم الابنورمالتيز، مش عن طريق اللي هو الكاريوتايبنج. هسه كيف بتتم؟ عن طريق اللي هو السائل الامين، الامينوستير تيست. فبنلاحظ هون في عندنا الفيتس اذا كان عمره من 14 ل 16 اسبوع ممكن ناخذ لامينيتك فلويدز منه ونعمل عمليه اللي هي سنترفيجيشن، عمليه الطرد المركزي. وصير في عندنا هنا اللي هو الفيتال سيلز اللي هو الخلايا الجنين. بنحط الفيتال سيلز ببتري ديش اللي هو عباره عن ديش، هذا مستخدم يعني عشان عمليه التكثير. ف
فبنصير في عنا سيل كلتشر after several weeks بنحط اللي هو biochemical testing وبنسوي عملية اللي هي كاريوتايبينج فبننمي الخلايا ونشوفها تحت الميكروسكوب. هلا الطريقة الثانية اللي هي من أخذ من سائل اللي هو النشيمة الكرونيك فيروس سامبل CVS فبنلاحظ هنا بتكون earlier من 8 إلى 10 weeks بناخذ العينة هاي بنعمل عملية سكينج أو سكشنينج تيوب يعني بناخذ عينة ونعملها سنترفيجيشن نعملها كلتشر ونشوف اللي هو الكاريوتايبينج تو ذس الكروموسوم ابنورمالز. فكل الحالات بتعطينا انه يعني نحكي فحص مسبق كيف الوضع الجيني تاع ايش هذا اللي هو الجنين. هسه الشغله الثانيه في الديتيلز بالضبط اذا بدنا ناخذ الميكينج كاريوتايبينج من انديفيدوال من هيومن ناخذ عينه من الدم تقريبا من 10 ل 20 مل من البلد بعدين بنعمل عملية اللي هي added a few drops of blood اللي هو الكلتشر. هذا الكلتشر هذول الكيميكالز كويس نحفظهم اللي هو الفوتو هيموغلوتينين. هذا الفوتو هيموغلوتينين بيعمل عملية stimulation انه الخلايا اللي اخذناها من البلد اللي هي الوايت بيسيز انها تعمل عملية شو replication و stimulate اللي هي mitosis. بنعملها incubation for 37 degree for 2-3 days بعدين هون بنحط هذا الكيميكال الثاني اللي هو اسمه colsamide solution أو colsamide chemical to growth to the culture for 1-2 hours to stop mitosis in metaphase. فهذا هو الكيميكال كثير مهم. احنا اول اشي بناخذ العينة الدم بنحط الدم بالكالتشر تيوب وبنعمل على تحفيز الانقسام الخلايا عشان ينقسم الريبليكيشن والدي ان اي ديفيجن وبعدين بعد يومين او ثلاثه بنقضي الكورسامايد. الكورسامايد بيعمل فريزنج للخلايا بالطور الاستوائي او الميتافيز. هلا الفكره انه ليش بدنا نعمل فريزنج بالميتافيز تكون اوضح شيء بتكون كوندنسد كوندنسد كروموسوم وبكون اكبر وبكون اوضح وبكون ثيك فبالتالي انت اتس ايزي تو فيزوالايز بدون الكروموسوم اندر مايكروسكوب. فاذا الخطوه الاولى بنحفز الانقسام ليومين لثلاث عن طريق الكيميكال الاول اللي هو الفوتو هيموجلوتينين وبعد يومين ثلاثه بنعطيها اللي هو الكولسامايد. الكولسامايد سوليوشن بنحط مثلا 1 مل كولسامايد سوليوشن بعدين بوقف الخلايا تحت اللي هو الميتافيز بعدين بنروح نعمل عمليه سنترفيجيشن طرد مركز عشان نفصل اللي هو الخلايا اللي بدنا اياها اللي هي الوايت بيسيز والليمفوسايت بنحطها بعدين عند الميكروسكوب وبنحط عليها اللي هي ستيل جيبز سكان وبنحطها تحت الميكروسكوب ونشوف شو عندنا اللي هو الكاريوتايبينج اللي هو كلتشر. طيب فهون مين نقدر نشوف اذا الشخص صار عنده داون سيندروم اذا عنده بريكج اذا عنده اكسترا كوبي نمبر كوبي من عند اللي هو الكروموسومات ونشوف الحجم تاعها. هلا بروبلم هاي ما قلنا عنها ستيلبرت انيميات الديث الفاميلي هيستوري فيرست ديجري ريليتيفز وكلها من الاشخاص الاشلاء الكلينيكال انديكيشن في كروموسوم اناليسيس. هلا في بعض الحالات بنقدر نعرف اللي هو الفيرتيليتي بروبلم اذا كان في عندنا بروبورشن 3 تو 6 اوف ذا كيسز ويتش از انفيرتل اور تومور اللي هو مسكارجز. ففي عندنا بعض انواع الجينات رح ناخذها كمان بس ناخذ ال 6 كروموسوم abnormalities إنه ممكن من خلال الكاريوتايبين كمان نعرف إنه إذا هذا الشخص عنده abnormalities بالجين المسؤول عن عملية اللي هي الفيرتيليتي. إذا كان في عنده deletion من هذا الجين ممكن إنه خلاص نحكي إنه هذا الشخص يعني هذا fertility problem. هلا رح نلاحظ بس ناخذ ال 6 كروموسوم كمان في عنا إشي اسمه الألوسبيرميا وفي إشي اسمه الأزوسبيرميا. الأزوسبيرميا اللي بتكون فيها عندك low sperm count وبالتالي هون عملية الـ IVF مما رب الـ IVF الـ in vitro fertilization هي أطفال الأنابيب. على الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة في الخلفة يعني ممكن يكون في عندهم low sperm count. شو يعني low sperm count؟ يعني عدد قليل أقل من 20 مليون فممكن يكون في عندهم عدد الحيوانات المنوية قليل أو يكون عندهم الشيء بتاعه ما بيقدر الحيوان المنوي يسبح ويوصل للبويضة. هلا في شيء اسمه الألوسبيرميا إنه في عندك ديليشن أو مايكرو ديليشن بهذا بهاي السيكونس تاع الكروموسوم وبالتالي في عنده زيرو إيش
number of spells. عشان هيك واحد بروح بقول لك مثلا عملت تلقيح صداع وزحت من اول مره، واحد بقول لك رحت انا اكثر من دكتور مثلا ما زبطت معي. هلا ليش؟ لانه في شيء زي ما قلنا الو، في شيء اسمه ازون. في ناس عندهم مشكله بالكاونت وبالشيب، وفي ناس او بالبي اتش، في ناس بكون في عندهم مشكله بالجين نفسه. فاللي عندهم ديليشن بالجين نفسه شو ما وين ما راح ما راح يصير في عنده production of live spells. فهاي ممكن إذا بعض الحالات الفيرتيليتي إن نقيسها عن طريق اللي هي الكاريوتايبينج والكروموسومال أبنسز. Women present with أميبيرا، ما بعرف شو هاي، شو هاي أميبيريا، history of infertility and recurrent miscarriage and neoplasia. راح نلاحظ إن في عندنا بعض أنواع اللي هو neoplasia والكانسر related to certain type of يعني كروموسومال اللي هي deletion. Pregnancy of women in advanced ages. هذول كمان recommended إنه ال female when they need to get pregnant after 35. It's highly recommended إنهم يعملوا اللي هو karyotyping or chromosome check. راح نلاحظ بس نأخذ Down syndrome بعد الأربعين تقريبا بتصير نسبة الإصابة عالية جدا في الأمراض الوراثية، والأخص اللي هو Down syndrome. طلعت شو معناها؟ شو؟ انقطاع الطمث. تحكي لك الصبي هون حسب الصبي والبولغن ترانزليت. كروموسومال ايدنتيفيكيشن. طيب هلا كيف نعمل عمليه الكروموسومال ايدنتيفيكيشن؟ هاي قصه انقطاع الطمث رح نحكي عنها بنهايه التشابتر. كمان في شيء اسمه اللي هو المولر بريجنسي. اوكي رح نحكي عن المولر بريجنسي اللي هي اللي بالعربي عمليه اللي هي شو بسموها الحمل خارج بطانة الرحم أظن هيك بمعنى. فرح نحكي عنها كمان هاي كيف نعمل كاريوتايبينج، إنه كيف بكون عندهم المولر بريجنسي كيف يتم، وشو السبب اللي هو الديفكت بالكروموسومز، يعني كيف يتم من ناحية جينيتيك بوينت فيو نحكي. فبنعلق على الموضوع هذا مرة ثانية إذا ذكرت بعض الكلمة. طيب by the number of specific staining procedure. فهلا عندنا الكروموسوم، اخذنا الكروموسوم، هلا ممكن نعمل له عمليه ستيننج. اوكي مش راح نشوفه تحت الميكروسكوب، لازم نعمل له صبغه. ففي عندنا ثلاث انواع مختلفه من الصبغات على الاقل، هاي بالكلاسيكال كاريوتايبينج. هلا في ادفانس كاريوتايبينج راح نلاحظ انه في شيء اسمه فيش اللي هو الفلورسنت انستيتيو هايبريدايزيشن كاريوتايبينج تكنيك. فعليا هو بنطيك الكروموسومات كل واحد بلون. اوكي فاحنا بس بنحكي عن الكلاسيكال كاريوتايبينج. ففي عندنا جي تايب، كيو تايب، اند او ار تايب. هاي عباره عن كيو الجي تايب اللي هو بيستخدم جيبز ستين، الكولارين ستين اللي كيو، والار سبيسيفيك تريتمنت فور ستين. فبنلاحظ هنا نفس طيب الكروموسوم، هذا الجي باند بالستين اللي هو الار باند واللي هي السي باند، فهي فقط ديفرنت ستيننج اللي هي تكنيك. هذا هنا هو الاكتوال اللي هو للجي باترن فور هيومن كروموسوم اكت اللي هو ميتافيز. فبنلاحظ هنا دائما ترتيب الكروموسومات بالكاريوتايبينج من رطب الشباب من الاطول لا اللي هو الاقصر. اوكي وبنبلش بالكروموسوم رقم واحد وبنخلص بالكروموسوم اللي هو الجنسي سواء اكس اكس او اللي هو الاكس واي. فبنلاحظ من كل المعلومات هاي يعني من واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه لا الاخر. هلا هون بنلاحظ انه كل وحده اللي هي الجي باند اللي هي الستين هاي السوداء مقابلها ستين سوداء. احنا بنرتب بس نرتب بالكروموسومات، بنرتبها حسب الطول وحسب اللي هو الجي باندينج. هلا هون مثلا شايفين هاي النقطه السوداء قبالها مش مفروض انه يكون شو ابيض، لازم يكون كومبلمنتري يعني جي باندينج باترن. ولازم مثلا اذا كانت هاي طويله الكروموسوم واحد مش راح نربطها على الكروموسوم 14 لانه الباترن اوف جي باندينج اند اللي هو الليف مختلف. فهذه هي ترتيب الكروموسومات. طيب هلا في عندنا شغله ثانيه اللي هي عمليه اللي هي الاكروسنتريك والميتاسنتريك. راح ارجع بعدين. في عندنا شكل اللي هو الكروموسوم السنترومير. السنترومير هو المنطقه اللي تربط اللي هو الكروموسوم او الكروماتيدز ود ايتش اذر. فممكن عندنا بعض الكروموسومات نسميها ميتاسنتريك اللي هي السنترومير از لوكيتد ات ذا ميدل اوف اللي هو الكروموسوم. فهنا مثلا الكروموسوم رقم 3 هو ميتاسنتريك، موجود السنترومير تاعه على السنترم اند ايكوال ارمز ليف. وفي عندنا بعض الكروموسومات بنسميها سب ميتاسنتريك
اللي هي الأوفر سنتر أو السنترومير. الآن في عنا اللي هو الأكروسنتريك اللي بيكون near اللي هو the end of اللي هو الكروموسوم. and we have ما فيش عنا اللي هو PR, في عنا بس small microsatellite أو splat نحكي سيكون فراغمنتس اللي هم الكروموسوم 21 والكروموسوم رقم 22. فهاي المفروض أن نفهم أو نفهم ونحفظ اللي هو ترتيب الكروموسومات أكرو بيتا and sub بيتا, شو كل واحدة فيهم والنوع تاعهم. هسا الشغل الثاني نرجع بعد تقرب قدنا الشغل الثانية اللي هو الجي باندينج, the pattern of band each chromosome number of each arm. هلا هنا الجي بوزيتيف باند ار نمبر ريجن اند سب ريجن. شو يعني ريجن اند سب ريجن؟ كيف بيتم تسميه الكروموسومز او الجينز على الكروموسوم؟ هلا حنلاحظ بس نطلع ادفانس شوي ونمشي بالتوبكس هذا. مثلا بقول لك مثلا 11 كيو 3.2 هذا بوزيشن للجين مثلا مسؤول عن الانسولين مثلا. فهيك بصير عمليه الديسكربشن كيف الجي بي اس بيعطيك دايركشن نورث وغروب ساوث وغروب وشو هذا بعطيك نفس الشيء. فانت بس تقول لي مثلا 12 كيو 3.2 شو يعني 12 كيو؟ معناته انت الكروموسوم رقم 12 باللي هي الكيو ارم اللي هي الارم اللي هي الطويله اوكي بالريجن 3. شو يعني ريجن 3؟ يعني احنا هلا الصفر تاعنا بكون اللي هو ار نمبر فروم ذا سنترومير اوتر از 1 از ذا كلوزست. فعندنا هون نلاحظ انه في عندنا هون تقريبا واحد وبنزل 12 13 14. فثلاثة بوينت 3.2 ممكن تكون هون تقريبا اوكي. لو واحد قال لك مثلا على الكروموسوم رقم 5 كيو 12 هون 5 كيو مثلا 31 هون اوكي. فاحنا بنبلش بالصفر وببلش واحد حسب اللي هو السب ريجنز اند اللي هو الريجن. فهمت عمل عمليه ديسكريبشن او بروبر ديسكريبشن اللي هو للجي باندينج او اللوكيشن اوف الكروموسومز. هاي هون زي ما حكى زميلكم ليش احنا بدنا نلاحظ انه هون الكروموسوم ايديوغرام of photomicrograph in metaphase, prophase and the prophase left to the right. فمنلاحظ انه اكثر شيء هون الكروموسوم بيكون بالميتافيز, هاي بالبرو ميتافيز وهاي بالبروفيز. عشان هيك احنا بنستعمل كاري تابينج بنعمل اللي هي كولسامايد تريتمنت عشان نضمن انه نشوف الكروموسوم بالوضع اللي هو الافضل او بالوضع اللي هو المور اكيوريت اند مور اللي هو نورمال. هلا اخر شيء بعدين ننهي اللي هو في عنا تكنيك ثانيه اللي بنسميها الفيش تكنيك. خلصت؟ طيب خلص بنخلص هون. هلا اخر معلومه بس بنلاحظ هون كونها بالتوبيك. هسه هون دائما العلاقه بالكروموسوم بنسمي في بعض الكروموسومات بنسميها كروموسوم ريتش جينز وكروموسوم بور جينز. الطول مش شطارة عند الكروموسوم. شو يعني؟ يعني مش انه الكروموسوم الاول مش انه الكروموسوم الاول اطول شيء معناته بيحتوي على اكثر جينات. لا, في ترتيب ثاني كلاسيفيكيشن ثاني. كيف احنا عملنا كلاسيفيكيشن اكرو وانتسنتريك حسب اللوكيشن تاع السنترومير؟ لا, في تصنيف ثاني حسب اللي هو الجين ريتش ريجن والجين الجين ريتش ريجن الكروموسوم ريتش رجيه. اقول لكم اياها وتجمعوها انتم بعدين. خلاص الحين جمعناها الحين جمعتوها ان شاء الله. طيب في عندنا كروموسوم ريتش جينز وكروموسوم بور جينز اوكي. هلا عشان هيك في بعض الامراض الوراثيه اللي بتكون مصابه بالكروموسوم بور جينز وبكون في عندك ديليشن ممكن انه هذا الديليشن ما يظهر اعراض. بينما اذا كان سمول افكت بالكروموسوم ريتش ريجن بكون في عنده مور جينز, فبالتالي يو هاف مور تشانس انه يصير في عندك فينوتايبك تشينجز اند ديفلوب ابنورماليتيز. اوكي, يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه.